السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ جولتنا اليوم من متحف الرياض الوطني أو المتحف الوطني للمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، والذي يقع تحديدا في حي المربع وسط العاصمة. المتحف بيقع بالقرب من منتزه الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وبالقرب منه أيضا قصر المربع التاريخي. تم افتتاح المتحف سنة 1999 ميلادي على أرض مساحتها حوالي 17,000 متر مربع. المتحف عدد مقتنياته بالآلاف من التحف، مقسم إلى 8 قاعات عرض، يعني تم إنشائها حسب التطور الطبيعي والتاريخي لشبه الجزيرة العربية، مبتدئا بالإنسان والكون، ثم الممالك العربية القديمة وعصر ما قبل الإسلام والبعثة النبوية، ثم الإسلام وشبه الجزيرة العربية والعصر الأموي والعصر العباسي والعصر طبعا العثماني، وكمان في قاعة مخصصة للدولة السعودية الأولى والثانية، ثم توحيد المملكة، وآخر القاعات هي قاعة الحج والحرمين الشريفين. ونظرا لكم التحف المعروضة والثراء الخاص بالمتحف، فصعب جدا ان انا كنت ان هو يتعمل في حلقة واحدة او ان هو يقدم كمتحف بمقتنياته في حلقة واحدة. فخصصت الحلقة الأولى للتعريف بموقع بس المتحف ومكوناته ايه، وان شاء الله هبدأ من الحلقة القادمة في عرض مقتنيات المتحف قاعة قاعة بإذن الله. والحقيقة متحف جدير بالزيارة، يعني زرته أكتر من مرة. أشوفكم على خير.